استني يا شوشو انا اللي هفتح. خشي اوضتك واقفلي عليك. حاضر يا ماما. مساء الجمال والدلال على الحريم اللي ما عندهاش عيال. هي فين؟ جوه. تعالى رجاله. استنى عندك. قول لهم ما يتغشموش عليا، البت ما فيهاش خبطه. ما تقلقيش، احنا عارفين احنا بنعمل ايه. ومفيش تعاوير في الوش. ما قلت لك ما تقلقيش. يلا رجاله. فين يا زيزو؟ هاتوها. انتوا عايزين مني ايه؟ يلا يلا على السلامة. اتفضلي. جهزت الفلوس؟ مالك داخلة سخنة على الشغل قوي كده ليه؟ ما أنا خايفة لحسن حد يشوفنا، أنا مش عارفة أنا سمعت كلامك إزاي. حد يشوفنا إيه بس؟ الشركة على فكرة النهاردة فاضية خالص، اللي موجودين دول رجالتي وتبعي. أنا بقى بعرف أظبطهم. والحرامي الشاطر بيستخبى في الاسم. حرامي؟ أنت فاكرني إيه؟ هتبليهم عليا ولا إيه؟ خلاص بقى، هاتي، هاتي الورقة هاتي. لا، هات أنت الفلوس الأول. تاني يا لولا؟ بيخونني تاني؟ على فكرة الموضوع ده حازز في نفسيتي قوي. حازز؟ لا ما تقلقش، اذن الصرف اللي معايا مكتوب عليه مضاد للحزازيه. ماشي، بس خلي بالك انا لحد دلوقتي بدفع الفلوس دي كلها من حسابي، لحد دلوقتي ما صرفناش ولا مليم. المبلغ المره دي كبير قوي. خلاص بلاش ما دام انت مش عارف. لا بلاش يا لولا والله، اهدي كده وصلي على النبي، الفلوس موجوده ما تقلقيش. اتفضلي. اتفضلي يا ست، فلوس اهي. انت تقديم كمان ولا ايه؟ اجيب لك مكنه تهدي عليها؟ انا مش بعد عشاني، انا لو عليا واثقه فيك انا بعد عشان خالته. انا مش عارف طلعت لنا منين دي رخره. سبحان الله، كانت رسمه علينا دور موظف الامين فشر شاديه في فيلم مرات مدير عام. اهلا معلم زيزو. يا دكتور. امال فين الست؟ موجوده بره، انا قلت ادخل الاول اديك الحساب عشان ما يبقاش قدامها. كلك مفهوميه. مش هتعدهم؟ الدار امان يا معلم زيزو، خليها تتفضل. ماشي. قاتل. ايه ده؟ لا لا، انا ما كنتش فاكر الحكايه كده. امال كنت فاكرها ايه؟ امال احنا مديناك الفلوس دي كلها ليه؟ يا حبيبي انا كنت فاكر انها موافقه. لا انا مش موافقه، والله العظيم ما موافقه. بس يا بنت الكلب. بس ما يصحش الكلام ده، ما يصحش الكلام ده تعمله هنا. قولي لي يا بنتي انت في الشهر الكام؟ الرابع. يعني في الرابع؟ طب لو سمحت بقى خدوها واطلعوا بره. نعم يا اخويا. ايه في ايه؟ انت ما ايه ايه في ايه اللي حصل؟ صاحبتي ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ايه اقعد هتنزل العيل ولا انزل لك اللوز؟ اصوات يا دكتور؟ اصوات يا اختي ولمي الدنيا عشان تروحوا كلكم في حديد. بس يا زينب خلاص انا هعمل لها العمليه. ايوه بس بعد ما اخلص تشيلوها على طول، ما تقعدش في العياده. وخلي بالك دي في الشهر الرابع، يعني ممكن يحصل لها حاجه. الاعمار بيد الله ومحدش بيموت ناقص عمر. انا هاخد 10 كمان زياده وتراضي زينب. ماشي وعينيا يا زينب. انا هاخد الفلوس في الاول قبل ما احط ايدي في اي حاجه. لا يا حبيبي هتحط ايدك الاول، بعد كده انا بنديك الفلوس زي بعضه. خش. لو سمحتوا اطلعوا بره ونادوا زينب. تعال. سيدك يا دكتور ابو سيدك سيبنا امشي. ما تخافيش يا بنتي، بس واضح ان الناس دي مش هتسيبك ولا تسيبنا لما ننزله. عشان كده انا عايزك تساعديني عشان ما يجرالكيش اي حاجه. ماشي. انا هندهلك زينب دلوقتي، هتاخدك تستحمي وتتشالي. اتفقنا؟
عزة عزة ردي عليا عن أمك. عزة ردي عليا حبيبتي. عزة عزة كان عليكي من ده بإيه بس؟ بهدلتي نفسك وبهدلتينا معاكي. ردي عليا عزة. توتة روحي اسرقي لها فرخة. وهتاكل ازاي دي يا ماما؟ دي رايحة خالص. لازم تاكل يا بت عشان تعرف تصلب طولها. إن شاء الله زغطها زي البطة. روحي بقى يا بت. حاضر يا ماما. عزة عزة ردي عليا حبيبتي. ردي على أمك حبيبتك. عزة ايه يا ابني اللي طلعك؟ ما انا كنت نازل. ما انت مش عايز تتكلم في التليفون وانا واقف مستنيك تحت بقالي قد كده. ها قول لي قالت ايه؟ موافقه. بجد؟ امال ما قلتليش ليه رخم في التليفون؟ استنى بس، هي موافقه بس مش على الجواز. نعم يعني ايه ان شاء الله؟ يعني هي عايزه فتره خطوبه الاول لحد ما تشوف لوجي هتتقبل الموضوع ازاي. خطوبه ايه يا ياسر؟ فريده كانت متجوزه قبل كده وعندها بنت بسم الله ما شاء الله زي القمر. وبعدين انت عارف علاقتي بلوجي عامله ازاي؟ ما افتكرش هيكون عندها اي مشكله. وبعدين لسه هستنى خطوبه وانا عندي كام سنه دلوقتي؟ يا علي فريده عندها حق، الفتره دي مفيده ليها وليه. مفيده في ايه بقى ان شاء الله؟ لسه هدور على شقه ولا هكون نفسي؟ يا علي انتوا محتاجين تقربوا من بعض وتعرفوا بعض اكتر. نعرف بعض ايه يا ياسر؟ احنا نعرف بعض بقى لنا قد كده. المعرفه دي حاجه ومعرفه الجواز حاجه ثانيه. وبعدين ما تنساش ان فريده خارجه من تجربه مش ناجحه مع عقل، فاكيد مش عايزه تكرر الغلطه دي مرتين. معلش عشان خاطر خدها واحده واحده. ماشي خطوبة خطوبة، مع اني مش مقتنع بس هي خطوة.